طبعا الأقسام اللي عندنا مشغلة حاليا هي قسم الكلى. قسم الكلى هو قسم من أكثر الأقسام حيوية في المستشفى. هذا القسم تقريبا يعالج 140 مريض شهريا أسبوعيا سوري. بالإضافة لذلك عندنا قسم الأشعة. قسم الأشعة هو قسم ضخم جدا. هذا القسم فيه برضو أجهزة سي تي سكان. هذا الجهاز كان من شهر أو شهرين كان يعني الجهاز متطور على مستوى الشرق الأوسط. من الأقسام اللي موجودة في مستشفى جامعة النجاح القسم الجراحة وقسم المناظير اللي بنشتغل فيهم، وبنسوي جراحات كتير متقدمة. بنسوي جراحات معقدة في الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، بنسوي جراحات معقدة في الرقبة والغدة الدرقية. سوينا العديد من عمليات جراحة السمة من قص معدة وغيرها. بنسوي جراحات الغدد الصماء، بنسوي جراحات الجهاز الهضمي بكفاءة عالية الحمد لله. في قسم المناظير في عندنا متخصصين لإجراء المنظار. بنسوي جميع أنواع المناظير التشخيصية والتداخلية والعلاجية.